متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره هنا على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه، بهذا الصباح وسن الحقائق. وعلى بركه الله ينطلق الشوط السابع الخاص للبكار الحقائق من مسافه 4 كيلومترات. نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه والباحثة عن الناموس. نسير مع البداية وأول الأسماء، ننطلق هنا مع أخيرة حمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية، هنا ينطلق ويقدم لنا أخيرة الدعية مع البداية ومع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز وثاني الانطلاق، وصلت هنا القادمة والمنطلقة على ثاني الشعارات، وصلت هنا الدوحة بشعار محمد بن عباس بن محمد بن راشد المري، ينطلق مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز وثالث التحديات، هناك من الجانب الآخر ينطلق هنا ويندفع من الجانب الآخر، هناك لبان بشعار أحمد بن محمد بالويهي الجحافي، تنطلق هناك من الجانب الآخر، وأيضا وصلت هنا القادمة الغزية محمد بن ناصر بن محمد آل حباب الهاجري، يغير وينطلق إلى ثالث المراكز. رابع الأسماء، وصلت هنا ضبا سالم بن عبد الله بن جار الله آل نابت المري، ينطلق مع رابع المراكز. خامس الأسماء وخامس الشعارات، هنا الدوحة محمد بن عباس بن محمد بن راشد المري. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة. ولكن أعود إلى البداية وإلى الصدارة، هنا لبان تنطلق بشعر أحمد بن محمد بالويهي بالهي الجحافي، ينطلق هنا مع لبان على البداية وعلى الصدارة. هنا البداية والانطلاق الأول، هنا لبان على البداية وعلى المقدمة. لبان تنطلق بشعار أحمد بن محمد بالويهي بالهي الجحافي، ينطلق ويقدم لنا لبان على البداية وأول الأسماء. ثاني المراكز، وصلت هنا أخيرة حمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية، ينطلق مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالثا وصلت هنا ضبا، تنطلق بشعار سالم بن عبد الله بن جار الله آل نابت المري. ورابع المراكز، هنا الغزية محمد بن ناصر بن محمد آل حباب الهاجري، هنا ينطلق مع رابع المراكز. خامس الأسماء، وصلت هنا القادمة والمنطلقة يقين، هنا قابوس بن سعيد بن عبد الله بن سعيد الغالي مع خامس المراكز وخامس التحديات. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نعود هناك مع لبان على البداية، أو لبان هنا على البداية، لبان على المقدمة والصدارة. أحمد بن محمد بالويهي بالهي الجحافي يقدم لنا لبان على البداية وأول المراكز. ثاني الأسماء، وصل الدعية، ينطلق ويقدم لنا أخيرة حمد بن علي بن سالم بن سريد الدعية. وثالث الأسماء، وصل الضبا سالم بن عبد الله بن جار الله آل نابت المري، ينطلق مع ثالث الأسماء. رابعا وصلت هنا شوهين سلطان بن سالم بن خجيم العذبة. وخامس المراكز، وصلت يقين، هنا قابوس بن سعيد بن عبد الله الغالي، ينطلق مع خامس المراكز. ولكن أعود مع البداية، لبان هنا على المقدمة والصدارة. أحمد بن محمد بالويهي بالهي الجحافي ينطلق مع لبان على البداية. من الجانب الآخر هناك خيرة الدعية، تنطلق بالويهي والدعية على الصراع على المقدمة. هنا لبان وخيرة، لبان تنطلق بشعار أحمد بن محمد بالويهي بالهي الجحافي، وخيرة تنطلق بشعار حمد بن علي بن سالم بن سريد الدعية. وثالث الأسماء ضبا، هناك سالم بن عبد الله بن جار الله آل نابت المري. ولكن البداية لبان هنا على المقدمة، وأيضا خيرة، خيرة ولبان أبناء السلطنة وأبناء الشحانية. الله الله،
الجحافي والدعية، الجحافي على المقدمة، بدأت لبان هنا تنطلق، أحمد بن محمد بالويهي بالهي الجحافي يقدم لنا لبان على البداية وعلى الصدارة، بدأت تنطلق هنا لبان، أحمد بن محمد بالويهي بالهي الجحافي ينطلق ويقدم لنا لبان على البداية، تهانينا والناموس لأحمد بن محمد بالويهي بالهي الجحافي على فوز لبان، سلام السلطنة سلام، تهانينا والناموس لأحمد بن محمد بالويهي بالهي الجحافي. ثاني الأسماء وصلت هنا أخيرة بشعار حمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية، وثالث المراكز وصلت ضبا سالم بن عبد الله بن جر الله النابت المري، ورابع المراكز وصلت رابع المراكز الحذرة طالب بن صالح بن طالب بن عقيل النابت، وخامس المراكز وصلت هنا أفكار حمد بن هضبان بن حمد بن سعيد الفسل. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة، تهانينا والناموس لمالك لبان أحمد بن محمد بالويه الجحافي، بتوقيت الزمن ولحظة الوصول لبان إلى خط النهاية. شاهدونا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، التوقيت الزمني هنا 5:59 وتسع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس أحمد بن محمد بالويه بالهي الجحافي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الأسماء وصلت هنا أخيرة، التوقيت الزمني 6:03 تسعة أجزاء من الثانية، تاني هنا موسى حمد بن علي بن سالم بن سيد الدعية، وثالث المراكز وصلت هناك ضبا بشعار سالم بن عبد الله بن جر الله النابت المري، توقيت الزمن ولحظة وصولها إلى خط النهاية كان هناك التوقيت 6:09:07 من الثانية، تهانينا والناموس للجميع.